السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج سيرتي. وبالطبع لازم ارحب بالزميلات رؤى وغزل. اهلا وسهلا. اهلا عبير. اهلا رؤى. اهلا يا غزل واهلا وسهلا يا عبير. يعني احنا عارفين اليوم قد ايه النفسيات كانت متوتره، لانه اليوم احد وكلنا عارفين انه توجهوا اكثر من 2.5 مليون طالب وطالبه لاداء الاختبارات. يعني كل التوفيق لكم، اختبارات طبعا نهائيه لهذه السنه. نتمنى لكم كل التوفيق ودعمنا لكم مستمر طبعا. وأكيد استعدت وزارة التعليم لتهيئة البيئة المناسبة عشان أن الطلاب والطالبات يؤدوا الاختبارات بكل هدوء وسهولة. نتمنى لكم التوفيق من برنامج سيرتي. من جد الله يوفقهم يا رب، يوفق جميع الطلاب والطالبات. آمين. ويوفق بنتي. آمين. طبعا أكيد. ويفرح كمان جروب الأهالي بنجاح أبنائهم. صحيح. وأكيد إحنا كمان من برنامج سيرتي نتمنى لكل الطالبات والطلاب التوفيق. وفي